استنفار الجهد الخدمي والحكومي وتقديم الدعم والإسناد إلى هيئة المنافذ الحدودية من أجل تسهيل انسيابية دخول الزائرين إلى العراق، الزائرين طبعا من دول الجوار وبقية دول العالم. هنالك منافذ برية وجوية محددة، الآن نحن في منفذ الشلامشة في محافظة البصرة. الجهد الحكومي الآن بدأ يتجول في المنافذ ويتابع أعمال تهيئة الإجراءات اللازمة. السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية أيضا كان هنالك توجيهات مستمرة. إدارة منفذ الشلامشة قبل أشهر اتخذت إجراءات عديدة بتهيئة كافة المستلزمات اللازمة، هنالك استنفار صحي وخدمي، وزارة الداخلية تجهيز زيادة أعداد الموظفين العاملين في الجوازات وكذلك في الجمارك. عملية دخول الزائرين الآن تجري بانسيابية عالية بإشراف حكومي مباشر، جولة لخلية الإعلام الحكومي على جميع المنافذ المشمولة. أعداد الزائرين لغاية اليوم في منفذ الشلامشة فقط هنالك ما يقارب أكثر من 13,000 زائر من جمهورية إيران الإسلامية. المنافذ تعمل على مدار الساعة بدون توقف، ستنهي أعمالها في لغاية آخر زائر يدخل إلى العراق، ومن ثم بداية الخطة الأخرى التي هي تسهيل مغادرة وخروج الزائرين حتى آخر زائر إلى دولته سالما بعد أدائه مناسك الزيارة في العتبات المقدسة في كربلاء المقدسة وفي بقية المحافظات. الولد يجي بابا.
هذا العام استعدت الحكومة المحلية مبكراً لزيارة الأربعين. شكل السيد محافظ فريق برئاستنا وعضوية أكثر من 40 دائرة. هذه الدوائر كلها خدمية. تم هذا اليوم زيارة المنفذ الشرامشة الحدودي والإطلاع ميدانياً برفقة الأخ مدير جمارك المنطقة الجنوبية. الغاية من الزيارة هو قضية يعني تسهيل دخول المواكب الحسينية مع مستلزماتها استنادا للموافقات التي صدرت، ولذلك هذا اليوم ايضا تم الاطلاع على ساحه التبليط وتم الاطلاع على مياه الاساله وكل القضايا اللوجستيه التي تنجح عمليه ادخول الزائرين. ايضا تم فتح طريق حولي، هذا الطريق سيستخدم لدخول المزروعات، هذه المزروعات ستستمر بانسيابيه كامله اثناء فتره دخول الزوار حتى في وقت الذروه. لدينا ايضا 54 حاسبه، هذه تعمل 24 ساعه وكلها تستوعب دخول الزائرين، لذلك حتى في وقت الذروه لدينا امكانيه لاستقبال اكبر عدد من الزائرين. كل القضايا الامنيه ايضا تم مناقشتها من قبل هذا الفريق. ايضا الهيئه العامه للمنفذ الحدوديه شمرت عن سواعدها بتسهيل كافه الاجراءات. المواكب الحسينية أيضا تم الاجتماع معها وكلها تقدم خدمات للزائرين، لذلك لا توجد أي مشكلة. هذا اليوم بلغ عدد دخول الزائرين من 13 إلى 15 زائر، ونتوقع الأيام المقبلة ستكون بالتأكيد أعداد يعني كبيرة جدا. ومهما ازداد عدد الزائرين فالإمكانيات متوفرة لتقديم كامل الخدمات لهم، بدءا من قضية دخولهم من منفذ الشرامشة الحدودي إلى يعني قضية خروجهم من البصرة. هذا جانب. جانب الآخر، هذا الفريق أيضا نسق مع الجانب الخاص بجمهورية إيران الإسلامية أيضا على مستوى معاون محافظ ودوائر خدمية، لذلك العمل متواصل ما بين منفذ الشرامشة الحدودي وما بين منفذ مدينة خرمشهر، كلها تقدم خدمات مشتركة إلى الزائرين. فإن شاء الله تستمر هذه الزيارة إلى غاية انتهائها ولا توجد أي مشكلة إن شاء الله. بس يعني عدد دخول الزائرين يعني ذكرنا 13 إلى 14 ألف زائر هذا اليوم، وبالتالي نتوقع دخول أعداد كبيرة جدا. ومهما بلغ وقت الذروة لدينا 54 حاسبة تعمل ب 16 بوابة، لذلك لا توجد لدينا أي مشكلة إن شاء الله. الإمكانيات كبيرة من أجل دخول الزائرين وقضية تسهيلهم بشكل كامل إن شاء الله.
لك. مشروب يا زايد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موكب شباب علي الأكبر، موكب من أهالي البصرة. الموكب يبدي في 1 صفر وينتهي تقريبا في 20 صفر أو بعد 20 صفر بيومين، 22 صفر. هذا الموكب تأسس تقريبا قبل حوالي 12 سنة ولحد الآن مستمرين بالخدمات العامة منطقة البصرة في شلامته بالضبط. الموكب كل خدماته خاصة، يعني ما عندنا أي مساعدات من أي جهة، اللي هو الماي والأكل والسكن كل والمبيت كله متوفر عندنا. وفي الأيام الأخيرة يعني قبل الزيارة بثلاث أيام أربعة حتى نهيئ نقل للزوار، الزوار اللي ما عندهم إمكانية نهيئ لهم سيارات نقل تنقلهم إلى كربلاء والنجف. ابني خلص الزوار، احنا هم نبقى هنا، قسم من عندنا يبقى يتلقى الزوار اللي يرجعون من الأربعينين، نقيم منهم بعض الخدمات داخل منفذ الشلامجة. لا احنا بس موكبنا خاص بس بالشلامجة، بالرايحين المنفذ الرايح والجاي ان شاء الله نقوم بخدمته. تم تشكيل لجنة لزيارة الأربعين، تم الاستعداد منذ مدة شهرين بتنفيذ احتياجات المنفذ، منفذ الشلامجة، من احتياجات المواد الصحية، القاعات، الطرق داخل المنفذ، حيث باشرت جميع كوادر الدوائر التابعة للمحافظة بالاستعداد التام وتنفيذ كل أوامر السيد المحافظ وتوجيهات اللجنة. واليوم نشهد دخول الزائرين. تكلمنا عن الأعداد المتفق عليها، ما ماكو اتفاق على أعداد معينة، قدرتكم الاستيعابية؟ والله القدرة الاستيعابية موجودة الحمد لله والشكر، بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية ومديرية جمارك المنطقة الجنوبية والدوائر الأمنية كافة، حيث الاستعداد التام لدخول زوار الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. واليوم احنا بالمنفذ وكل الأيام يعني مستعدين لهذه الزيارة، يعني منذ حوالي شهرين كنا الاستعداد التام لهذه الزيارة. حسب مقررات اللجنة يوجد ممثل عن هيئة المواكب الحسينية بالتنسيق مع ديوان المحافظة، تم التنسيق معه بدخول المواكب من دول الجوار، يكون التنسيق عن طريق ممثلية المواكب الحسينية قائمين بالواجب، والمواكب الموجودة داخل المنفذ على أتم الاستعداد لدخول الزوار، كذلك قمون بتقديم كافة الخدمات للزوار. تفضل.
هاي بارد يا زهير. تعال عيني تشرب ماي تعال تشرب يا زهير. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق أحيو أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت. حقيقة نتقدم بأحر التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان، روح له في مثل هذه الأيام ونحن نعيش أيام الإمام الحسين، أيام السبا لآل محمد، لابد أن نقف في منفذ الشلامشة ونستقبل الزائرين ونقدم أجمل الخدمات. حقيقة أستاذ كاظم ولا يخفى على المشاهد الكريم، في هذه المنطقة صار الآن لحد الآن 18 سنة ونحن في خدمة الزائرين القادمين الوافدين إلينا من الجمهورية الإسلامية وباقي الدول المجاورة، باكستان، أفغانستان، تركمانستان. حقيقة خدمات جميلة ورائعة تقدم للزائرين. الآن احنا يومية نقدم من بركات مولانا الإمام الحسين تقريبا 500 شخصيا، يعني انا اللي 500 كرتون من الماء والمأكل والمشرب. حقيقة باقي العصائر وهذا، حقيقة هذه الخدمة شرف لكل مؤمن غيور يحب الله واليوم الآخر. هذه الخدمات التي تقدم لا تستطيع دول أن تقدمها، هذه أولا، والعراق معروف بهذه الخدمات المباركة وأهل الإحسان والتقوى والكرم الذي عرف به أبناء العراق وخاصة محبي الإمام الحسين. لا يستطيع في هذه العجالة أحد أن يصف هذه الكرامات والخدمات من أهل العراق والدول المجاورة التي تقدم للزائر. والإمام روحي له الفداء يقول كل ما لدينا من عاشوراء، كل ما لدينا من الإمام الحسين. فلذلك جنابك الكريم والمواكب المعروفة تقول إننا كل ما نقدم نفرح من هذه التقديم وهذه الخدمة المباركة. فلذلك توفيقات الآن، ما أن يصل الزائر إلى العراق يجد أغلب ما هو موجود من مأكل وملبس وأشياء كبيرة توجد في هذه المناطق من الطريق. أسأل الله لكم التوفيق ولزوار والعودة بإذن الله، وللعراق العظيم من الشمال، ورحم الله شهداء العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خدمات العراقيين أهلنا وأخوتنا جدا جدا جميلة وكلهم يخدمون وإحنا كنا خدام الحسين، والله يخليهم إن شاء الله ويسترهم ويطول عمارهم. شعر عدي أقول إن روح الله السستاني هل يشع نوره، إلى نهضات بالتاريخ مذكورة، إلى نهضات بالتاريخ كوني ثور، يضيع زمرة الفساد وأهل الزور، وبيارغنا النصر بجفوفه منشورة. روح الله السستاني الصاح بالتكبير، والحشد الشعبي شجاع صار لا زمزير، نظل نطرد على العدوان وين الطير، ولا عنده صحيب وشاف منظورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حجي حمد الله الهليتشي من الهواز، الهواز الشوابي الصيوان. وجه السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي باستنفار جميع كوادرنا في هيئة المنافذ الحدودية وبالتنسيق مع باقي المحافظات اللي شملتها الزيارة الأربعينية. كان هناك تنسيق عالي ما بين السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية والسادة المحافظين لإدامة البنى التحتية وشبكات الماء والكهرباء، وكذلك تم التنسيق مع الدوائر الصحية بدعم الدوائر الصحية والفرق الصحية، كما كان هنالك دعم كامل من وزارة الداخلية بمضاعفة المكاتب الجوازات في المنافذ الحدودية اللي مشمولة بالزيارة، اللي هي الشلامشة، زرباطية، الشيب، المنذرية، صفوان، مطار النجف الأشرف. كان هنالك تنسيق عالي ما بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي الواحد وهيئة المنافذ الحدودية والعمل بروح الفريق الواحد. الآن تشاهدون خلفنا جميع الزائرين يمرون بانسيابية عالية وبدون أي مشاكل. توجيهات سيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية واضحة لإدامة زخم وإدخال جميع الزائرين إلى وجهتهم الأخيرة كربلاء المقدسة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. أنا ناظم هلالات من مدينة المحمرة. رابع مرة اللي أطب على أراغ للزيارة. المواكب كلهن خدمات أوكي، كل خدمات مطلوب. إن شاء الله نروح للزيارة ونرجع بالسلامة وندعي لكم إن شاء الله. الخدمات كلها طيبة، كلها زينة، المواكب كلها زينة، إن شاء الله كلهم بالسلامة إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم. نعزي صاحب العصر والزمان بمصاب أبي عبد الله الحسين. ها هو العراق، ها هي مدينة البصرة المعطاة تفتح أيديها لاستقبال الزائرين، يستقبلون زوار أبي عبد الله الحسين طوال اليوم ويأخذون الزوار إلى بيوتهم بالأكل والشرب والاستقبال الحار لزوار أبي عبد الله الحسين. سخرت الدولة كافة إمكانياتها، هيئة الحشد الشعبي، محافظ البصرة، المواكب الحسينية، الميسور النحال، كافة الخيرين لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. ها هي البصرة تستقبل جموع الملايين من زوار أبي عبد الله الحسين. ها هي المواكب 24 ساعة تقدم الخدمات والماء والأكل والشرب. كأهالي البصرة واقفين في منفذ الشلامشة لاستقبال الأهالي والأخذ بهم إلى بيوتهم لاستقبالهم والترحيب بهم والراحة التامة. شكرا لله على هذه الخدمات من العراق وأهالي البصرة المعطاة. Thank you.
سلامت باشي خيلي خوش ومدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على بركة الله بدأت في هذا اليوم الأعداد الكبيرة من زوار الجمهورية الإسلامية متوجهين إلى كربلاء المقدسة عن طريق منفذ الشلامشة الحدودي في محافظة البصرة. بالحقيقة بدأت التوجيهات من الأخوة أصحاب المواكب والأخوة في هيئة الحج الشعبي وبعض الهيئات وأصحاب الدخل الميسور بتوجيه مواكبهم لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. الحقيقة تتعاون محافظة البصرة بكافة كوادرها الحكومية والأهلية وبعض الهيئات والمنظمات المجتمع المدني بدعم هذه المسيرة. كل ما يعني يتوفر لخدمة الزوار موجود في هذا المنفذ داخل محافظة البصرة. الآن كافة الجهوزات في محافظة البصرة استنفار عام وتام لخدمة الزوار. جهات النقل متوفرة وبشكل واضح وجيد جدا. الخدمات من الطعام والمأكل والمشرب كذلك المنام كلها جاهزة لخدمة الزوار. حقيقة استنفار عام تام. ولا ننسى كذلك دور الأخوة الإعلاميين بارك الله فيهم بعد هذه التغطية وتوجيه الناس بالطريق الصحيح. الحمد لله الجهوزية تامة والوضع تمام جيد جدا وجاهزة كلها. وأهلا ومرحبا بكافة زوار أبي عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. خادمكم حج عبد الأمير الطرفي من حافظة خوزستان من مدينة معشور. 14 مرة أنا جاي هسه 40ها غير كاروان زيارة هنا واستقبال أخواتنا الأراغين. بعد ما أقدر أقول لك حلوة وايد حلوة. خدمات وايد حلوة تمام حلوة إن شاء الله. حلوين كلهم حلوين إن شاء الله والله يوفقهم إن شاء الله ويعطيهم العافية ويحفظهم الحسين إن شاء الله. الله يعافيك طال عمرك.
لا هسا سنة ونص ما عيت وهسا ما صدقت هميا والله الحمد لله والشكر قد ما طلبت من إمام الحسين يكون يقبلني ويجيبني بعد الحمد لله والشكر وايد زين وايد زين الحمد لله سهل علينا الله سهل علينا وايد إمام الحسين إمام أمير المؤمنين والأبل أبو الفضل العباس هم وايد هذا سهلوا علينا الدرب الحمد لله والشكر هم يابتنا والله سيارة كلش درب بس يعني اللي هني ما مشينا هم وايد الحمد لله والله الله ينطيهم العافية والصحة وطولة العمر والله يرزقهم إن شاء الله ويبعدهم من شر بني آدم إن شاء الله ويدخلهم الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والمستشهدين بيدي الحسين. لعن الله بني أمية قاطبة. والله حقيقة مش مشكورين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية على الجهود المبذولة من أجل خدمة الزوار، وهذا حقيقة يشكرون عليه في جميع الأوقات. وبالنسبة لزيارة الأربعين، زيارة وجوبها موجوب، وجوبها موجوب، زيارة ضرورية للشعب لشيعة أمير المؤمنين. وإن شاء الله إن شاء الله الله يخلينا دائما نزور ونمشي لنصل. ونشكر الحكومة العراقية والمواكب العراقية على خدمة الزوار من ناحية المأكل والمشرب والمنام والملبس، المواكب الحسينية الموجودة على طريق على طول الطريق من الشلامجة إلى كربلاء. هنيئا لكم، هنيئا لكم يا أنصار الحسين، هنيئا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذي بذلهم وهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته. نحن شباب موكب شباب علي الأكبر، تأسس الموكب منذ حوالي 18 سنة. الموكب يقدم 3 وجبات: الفطور والغداء والعشاء. الموكب تأسس منذ قرابة 18 سنة، بدأ في خيمة بسيطة والحمد لله بفضل الله وفضل أهل البيت توسع وكبر بفضل الخيرين الطيبين والتبرعات، الحمد لله والشكر. الموكب يقدم خدمة 24 ساعة، المنام والأكل ومسجد للصلاة وكل حمامات وكل شيء. يجي يجلس ثاني بابا واع واع